واضح انها كانت جلسة طويلة حامية الوطيس زي ما بيتقال، استمرت لما انا فهمت من حضراتكم، احنا كنا نعرف انها تبدأ من الساعة 12، فضلت مستمرة لحد الساعة 8 مساء. يعني احنا بنتكلم في جلسة 8 ساعات. اول سؤال ليه؟ لكذا سبب الحقيقة. يعني أولا لأهمية الموضوع، احنا بنتكلم على موضوع بيمس كل مواطن مصري، ما فيش بيت في مصر ما فيهوش طالب في منظومة التعليم سواء كان ما قبل الجامعي أو الجامعي. صحيح. الأمر الثاني مهم جدا، وثمان ساعات لأن كان في حرص شديد من إدارة الحوار الوطني على سماع كل مشارك وكل حاضر في الجلسة يرغب في الإدلاء بدل كل من طلب الكلمة. كل من طلب الكلمة حصل عليها، لدرجة أنه مقرر الجلسة سأل فيه أي حد تاني محتاج يقول أي حاجة. فالحقيقة كان في حرص شديد على السماع لكل وجهات النظر، فده كان أدى إلى يعني كل عدد الساعات اللي احنا حضرناها. ده برضو مرة تانية بيأكد على أهمية الموضوع، لأن احنا قدام ممارسة مهمة جدا في وجهة نظري، ألا وهي اهتمام رأس الدولة المصرية بملف التعليم وتوجيه مباشر لمجلس الوزراء بإحالة القانون للحوار الوطني بجلساته لإثراء النقاش والخروج بأفضل صورة ليه. وده اللي دعا إدارة الحوار الوطني إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا يعني مشروع القانون والاستماع إلى كل الآراء المختلفة من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وعمداء كليات ورؤساء جامعات. الحقيقة كانت مناقشة ثرية جدا. عظيم جدا.